الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه. فضيلة الشيخ محمد، اشهد الله عز وجل على محبتكم جميعا. سؤالي الله الذي احببتموه فيه، احبكم الله الذي احببتمونا فيه. سؤال يا شيخ، كيف يجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في بيته ركعتين، حفظكم الله؟ نعم، اختلف بهذا اهل العلم، فقال بعضهم إنه يصلي ستا، ركعتان ثبتا بالسنة الفعلية وأربع بالسنة القولية. هذا قول. قول ثاني أن المعتبر القول، وهو أن يصلي أربعا فتكون سنة الجمعة أربع فقط. القول الثالث التفصيل، إن صلى في المسجد صلى أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، ولم يقيد، فيكون الصلاة إن صلى في المسجد فأربع، وإن صلى في بيته فركعتان. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يعني التفصيل. والحمد لله الأمر واسع، يعني لو أنه ذهب إلى البيت وصلى أربعا بتسليمتين كان حسنا، ما يضر ان شاء الله.